ونرفاين ونعمل كل اللي احنا عايزينه. نعمل لاير نحط عليه الحاجة اللي احنا عايزين نخليها ريفرنس علشان ما نقدرش نسلكته مثلا بالغلط، ولما نعوز نقفله كله الفيزيبيليتي بتاعته زي كده علشان نقدر نسلكت الايمج بلين مثلا اذا اتحط معايا اصلا. بس نفس البوكس هنسحبه تحت بس هو اصغر سنة، نقلل السكيل ندخله جوه. نحاول نقرب من البروبورشنز من الصورة على قد ما نقدر. ندوبليكيت البوكس دوت. دايما استفيد من الاوبجكتس اللي عندك، يعني مش لازم تروح تعمل اوبجكت جديد وتقعد تسكيل. ممكن تاخد اوبجكت، ويا سلام بقى لو جاهز وفي مثلا معمول له يو في، يبقى انت مثلا هتانفولد مره كمان وخلاص. بشكل عام تمام كده القعده. نبص على الترابيزة من فوق. ندوبليكيت البوكس اللي تحت ده نطلعه فوق. دي هتبقى تقريبا الحتة الازاز اللي في النص. ايوه بالظبط المنطقة دي منطقة شفافة، منطقة ازاز. ده اللوح الازاز اللي مسنود على الخشب من فوق. بنحاول نسناب الفيرتكس علشان يبقى قد البوليجون اللي هو جواه. نشيل الجايد اللي احنا عاملينه، نسلكت الفيسز اللي فوق واللي تحت بمارك سلكت، ونعمل اكسترود. نقلل الاوفست، علشان يبقى قده بالظبط او يعني اكبر منه سنه بسيطه. وبعد كده نديليت. كده عندنا الحروف دي مفتوحه من النص. نسلكت الايدجز ونعمل لها بريدج، نفك الايزوليت السولو يعني، ترجع الاوبجكتس كلها. نحاول نظبط السكيل على قد ما نقدر قريب من الحجم. اظن ان انا مش محتاج اشرح قوي ايه اللي بيحصل بالظبط، لان بشكل عام يعني العملية انا بحاول ارسم وموديل وكلها بوكسز. دلوقتي هعمل القايم اللي هو المدور دوت، القائم ده او الحالية الخشبية دي. هنروح لكرييت سي في كيرف تول، وهنرسم الاوتلاين شيب. خلي بالنا يا شباب وانا برسم
اي شارب ايدج او انجل، يعني اي زاوية شارب بقدر ارسمها بثلاثة سي فيز ورا بعض، ثلاثة سي فيز، ثلاثة فيرتكس. الحاجات الناعمة بوسع المسافات ما بينها، ايدج زي ده كده برسم ثلاثة، حتة كيرفي ببدأ اوسع اهو المسافة. الشارب كورنرز بستخدم عدد فيرتكس اكبر. اذا نوسع في الحتة دي، زي ما انتوا شايفين كده يا شباب، كل اللي محتاجينه حالا بقى ان احنا نعمل ريفولف. بس احنا هننقل بيفيد، نهولد حرف الدي في الكيبورد ونهولد السي والميدل ماوس، وننقل البيفيد في النص ونفتح قائمة ريفولف اللي هي الاوبشن، نتأكد ان هي بوليجون كومبليت حوالين الواي الاكسس وكنترول بوينت وندوس ابلاي. زي ما انتم شايفين دي النتيجة. هندوس على رقم 3 في الكيبورد علشان نسموث بريفيو سموث. طبعا في هيستوري بيربط ما بين الكيرف والأوبجكت. بصوا لو حركنا الكيرف فيفضل بعد ما تخلص موديل تديليت الهيستوري اللي على اللي ما بين يعني الأوبجكت وما بين الكيرف علشان تقدر تتحرك بأريحية. نقدر نحرك الاوبجكت لوحده عادي. نروح للمودفاي سنتر بيفيد، سنتر بيفيد البليسمنت طبعا بعد كده هندوبليكيته الاربع نواحي، ولكن ده بشكل عام اول موديل اول قائم يعني في الاربعة. ده اليو في بتاعه، ده اوتوماتيك يو في يا شباب معمول عن طريق عملية الريفولف. احنا طبعا لازم نقفله من فوق، لازم نولد الفيرتكس دي من العملية بتاعت الريفولف علشان ما كانتش طبعا في الديت سنتر، يعني ما هو ما عملش ويلد اصلا كده او كده ما كانش هيعمل ويلد اعتقد. فندي سيلكت اللي تحت، يبقى كده عندنا اللي فوق لوحدهم. نعمل ميرج فيرتكس تو سنتر ونسيلكت الايدج دوت ونعمل كات، نفتح سيم في اليو في يعني علشان نقدر انفولد منه، ونسيلكت الفيرتكس اللي فوق واللي تحت
عن طريق التوب فيو، بعد كده ندي سيلكت اللي فوق نسيبها، يبقى عندنا بس اللي تحت هو اللي متسلكت. بص دول 10 فيرتكس، هنمرج ال10 يبقوا واحدة. هو نقط السيم اللي هو الايدج ده، تمام. هنسلكت الايدج ده برضو، نعمل له كت، هنحاول نعمل انفولد، ما اظنش ان هو هينفع. لا طبعا مفيش سيم في النص، هنقط سيم علشان يقدر يعمل منه ريفولف، يقدر قصدي اسف يعمل منه انفولد، ونانفولد دلوقتي تمام زي الفل كده، تمام. وندوس لاي اوت اورينت، مفيش نتيجة، ارجوك لف، ماشي. هنحاول نستريت اليو في، ما اظنش ان هي تنفع برضو. طبعا هنعملها باي هاند، هنروتيت ال وندوس لاي اوت، نسلكت كله، ندوس لاي اوت، فانا بحاول دلوقتي اسلكت الايدجز اوسع، يمكن اقدر من خلالها اعمل ستريت لليوفيز. نعمل ويلد القديم، نحاول نعمل ستريت لليوفيز. لا برضو، متشكرين جدا. لكن بشكل عام ده مش وحش يعني في الاستخدام، ومش احسن حاجة في الدنيا، ولكن يوزبل يعني، نقدر نطلع منه حاجة. دي النتيجة للموديل. دلوقتي عايزين نبدأ نعمل القواعد الخشب والمسند برضو، او القاعدة اللي فوق اللي هما الاتنين دول، القاعدة اللي تحت دي المربعة دي واللي فوق ده برضو. ندوبليكيت البوكس اللي تحت ده، من موديفاي سنتر بيفت علشان نقدر نسنتره بالظبط. ندوبليكيت الاوبجكت البوكس، نحطه تحت
تحت الدراع الخشب ده تحت الحلية، نسنابه، هنسناب البوكس نطلع لفوق. بس ماشي مش مشكلة، نرجعه لتحت ونحاول نظبط البروبوشنز. نسكيل داون الاوبجكت في مكانه. هو واضح ان في زي كيرف كده في الحرف، كل الاربع اركان يعني فيهم زي مكان ناعم كده، حتة واخدة كيرف. فاحنا هنأد ديفيجنز علشان نشتغل عليها، نأد فور ديفيجنز في الاتجاهين. سلكت الفيسز الخارجية الحروف وننزلها لتحت، نموفها لتحت، نموف تول. سلكت الفيرتكس اللي في الحرف، ننزلها تحت كمان، عايزين نريست التول ونحط سبورت ايدجز علشان نهولد الشيب يبقى شارب الكورنرز بتاعته. دي نتيجة السموز. عايزين لسه ايدجز في الجنب وبالطول والعرض. بس الاول نسلكت الفيرتكس دي لان شكلها نازلة لتحت قوي، نعمل لها سناب للفيرتكس اللي في المستوى الافقي اللي فوق. تمام، اعتقد هتعدي يعني. هنقعد بقى ايدج هنا وايدج كمان هنا، هي دي تايد قوي، ضيقه شويه، دول 90 مش تيبيكال يعني، مش ايكوال، بس تمام مفيش مشكله يعني. هنديليت الايدج ونحط واحد تاني اوسع سن، اوسع سن، ابعد من الايدج اللي على الحرف. بس هي دي القاعدة اللي تحت. هو تقريبا الجزء اللي فيه الكيرف يعني اوت صينا، فاحنا هنسلكت الفيسز ونجرو السلكشن عن طريق الشيفت والدوت. نحط البوزيشن بتاعها، نسكيل شوية الكيرف زي ما انتوا شايفين كده. بس بالشكل ده نكون قللنا الانحناء يعني، او الكيرف اللي واخده البوليجون. ونشغل الامبيد اوكلوجن. ايه ده، لا انا دوست على الشادوز مش الامبيد اوكلوجن. الامبيد اوكلوجن تمام. سلكت الفيرتكس دي، نزل تحت شوية. تمام،
هندوبليكيت الاوبجكت، احنا ممكن ناندو، ممكن نعمل انفولد لليو في قبل ما ندوبليكيت.